بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وهذه والله هي المناقب. المناقب الحقة فيما يرفع للإنسان من عمل صالح. ثناء الناس، ذمهم، مدحهم، دعاهم، الشهادات التي يحصل عليها المرء، الشهادات التي يخفق فيها، مناصب الدنيوية، المناصب المحتقرة، مناصب المرتفعة، كل هذا لا يعد منقبة ولا مثلبة. المنقبة ما يرفع للمؤمن في اليوم والليلة من عمل صالح، هذا الذي يتشبث به كل قلوب الصالحين. متى يعزي الإنسان نفسه؟ إذا غلب على ظنه أن ذلك اليوم قل ما يرفع له من عمل صالح. متى يسر مسلم ويشرح صدره؟ إذا رفع له، غلب على ظنه أنه رفع له في ذلك اليوم عمل صالح. فالمقصود أن إدريس كان يرفع له من العمل الصالح ما يرفع لأهل الأرض كلهم في زمنه.